إذن نذهب إلى ملف آخر من ملفاتنا لهذا النهار، وهذا الملف نذهب إلى اللواء توفيق الطيراوي للحديث عن الأولويات الفلسطينية في قطاع غزة، أولويات التعليم خاصة. هل العام الدراسي ذهب ولم نستطع معالجة ذلك؟ هناك طلبة جامعيون كانوا على وشك التخرج أصبحوا في شتات الأرض، هناك طلبة العمر المبكر وهم أوائل الصفوف الأولى والثاني والثالث والرابع، هم اليوم يعانون، هناك من يقول بأنهم يعانون من الأمية سواء كان في الضفة أو في قطاع غزة. قطاع التعليم طبعا كان معنا وزير التربية والتعليم وتحدثنا معه، وهو الوزير الجديد، يعني لم نستطع أن نحمله أي مسؤولية، ولكن سابقا كان ممكن تدارك هذا الموضوع أم لا؟ وكان هناك مبادرة من جامعة النجاح حول استيعاب طلبة الثانوية أو طلبة الخريجين الجامعات في قطاع غزة. كيف يفكر كرئيس جامعة، يعني جامعة الاستقلال سابقا، اللواء توفيق الطيراوي؟ صباح الخير. صباح الورد. نحن في حالة أخطر من الحرب، أخطر من القذائف، وأخطر من الصواريخ. حالة التعليم وتردي التعليم في غزة إلى مرحلة الصفر منذ 7 أكتوبر، في الضفة الغربية المقطعة الأوصال لا يستطيعون المعلمون الوصول إلى مدارسهم، الطلبة هناك من يقول أن لدينا جيل من الطلبة الأميين أصبح بعد أن كانت فلسطين تفخر بما لديها من تعليم ومعلمين ومدارس. يعني أولا صباح الخير والرحمة لكل شهدائنا، والمجد لأهلنا في غزة وفي الضفة الغربية وشبابنا المقاوم. ما يقوم به الاحتلال في غزة هو ليس فقط تدمير مؤسسات التعليم وتدمير التعليم، خاصة وأن الشعب الفلسطيني يفتخر أنه الأول في الوطن العربي من حيث نسبة التعليم بين أفراد الشعب الفلسطيني. وبالتالي الاحتلال قام بتدمير كل المؤسسات الفلسطينية، المؤسسات التعليمية والجامعات، المؤسسات الاجتماعية، المؤسسات الاقتصادية، البنى التحتية، السكن، الشوارع، كل الحياة يقوم بتدميرها الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على قتل البشر أيضا. ولكن أنا يعني سعيد وأفتخر بجامعاتنا الفلسطينية وعلى رأسها جامعة النجاح بهذه المبادرة التي قامت بها من حيث التواصل والتكامل مع طلبتنا في غزة، وأخذ مبادرة التعليم عن بعد مع شبابنا في غزة من أجل عدم ضياع السنة الدراسية، ولحقت بجامعة النجاح كل الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الأخرى. وهذا أولا يسجل لجامعة النجاح هذه المبادرة وهذا الإنجاز، وأيضا يسجل أن الشعب الفلسطيني هو شعب متوحد في كل أماكن تواجده، يقف بالملمات، بالمصائب، بما يحدث لأي جزء من شعبنا في أي مكان يتواجد فيه، تجد الجزء الآخر من الشعب الفلسطيني يهب لنجدته وللوقوف معه. وهذا الأمر أنا أتمنى من الأخوة في جامعة النجاح أن يحاولوا الدراسة مع وزارة التربية والتعليم من أجل عدم ضياع السنة الدراسية سواء على الطلاب التوجيهي أو ما قبل التوجيهي، وطرح أفكار معينة من أجل إنقاذ شبابنا الفلسطيني وأطفالنا وأولادنا في غزة، خاصة وأننا إذا نظرنا إلى المحيط العربي اللي إحنا متواجدين فيه، ما جرى في سوريا وما جرى في لبنان وما جرى في العراق،
سواء بغض النظر عن القضايا الداخلية أو قضايا العدوان على العراق وعلى سوريا وعلى لبنان. كيف ضاعت سنوات دراسية على أبناء هذه شعوبنا العربية في تلك الدول، وخلق جيل جاهل مر عليه أكثر من 4 سنوات إلى 5 سنوات وهو لا يذهب إلى المدارس وإلى التعليم. فبالتالي أتمنى من الأخوة في جامعة النجاح أن يبحثوا هذا الأمر، وأنا على ثقة أن لديهم كفاءات علمية خلاقة ممكن أن تبتكر بعض المبادرات بالتفاهم مع الإخوة وزارة التربية والتعليم. يعني هذه المبادرة يعني أنا بعتبرها مبادرة جيدة وأنت وصفتها بالممتازة، لكن هل ممكن حتى على مستوى الإعلاميين لواء توفيق التراوي مش قادرين نطرح فكرة يعني نتوحد فيها خلف التعليم، خاصة أنه إحنا في غزة يعني نبحث عن الجثث ونبحث عن رغيف الخبز، ولكن علينا أن نرى أيضا في مخيماتنا هنا في بلاطة وفي جنين وفي نور شمس وفي طول كرم وفي مخيم الفارعة وغيرها من المخيمات، إسرائيل تحاول خلق ما يشابه قطاع غزة مصغر في هذه المخيمات وحرمانها من التعليم وهدم شوارعها وهدم بنيتها التحتية. لا نستطيع حتى الآن كصحافة إعلاميا ربما نترك هذا الباب، أول ما نترك هذا الباب نحن في جامعة النجاح لأنها المبادرة من جامعة النجاح، لكن كيف يمكن أن تتحد الجامعات أن نخلق جو عام يعني يتبناه الجميع، جميع الجامعات ومع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بالتعاون طبعا مع وزارة مع جامعة النجاح صاحبة الفكرة، لخلق حلول ممكنة، خاصة ونحن نقول لك أن بعض يعني الأجيال الصغيرة تعاني من الأمية. يعني أولا أنا لا أفصل بين الضفة وغزة، لأنه العدوان الاحتلالي هو عدوان على غزة وعلى الضفة. صحيح أن في غزة يجري تدمير شامل كامل لكل شيء للبشر والحجر، وفي الضفة الغربية أيضا هناك قتل يومي وانتهاكات لكل مخيماتنا وقرانا ومدننا، وفي أيضا عدوان مستمر على كل شعبنا الفلسطيني. وبالتالي المبادرة يجب أن تكون للضفة وغزة، قد يكون للضفة أسهل من غزة، ولكن أنا أقترح وأنا مستعد أن أتكلم مع أخي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين، وأن يتم اتصال بين نقيب الصحفيين ودكتور رامي الحمد الله الذي أكن له كل احترام وكل تقدير والذي هو على رأس هذه الجامعة سواء عندما كان رئيسا لها أو وهو رئيس نائب رئيس مجلس الأمناء، ووزير التربية والتعليم وهو أيضا صديق وهو أحد الناس أو أحد الأساتذة الذين يعملون في المنظمات الشعبية كانوا قبل أن يصبح وزير، وبالتالي مستعد أن أتصل بهم من أجل عمل لقاء بينهم لتشكيل لجنة مختصة تطرح أفكار وتطرح رؤى مستقبلية من أجل هذا الموضوع، ليكون عام وشامل للضفة الغربية وغزة، وتحفظ المبادرة لأهلنا وإخوتنا في جامعة النجاح، ويكون اجتماع على مستوى كل الجامعات، وتكون المبادرة لجامعة النجاح ونقابة الصحفيين ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي في حول هذا الموضوع، ووضع خطط ورؤى مستقبلية، لأن هذا الاحتلال قد يستمر سنوات وقد يستمر أشهر، لا أحد يعرف متى ينتهي هذا العدوان، وبالتالي عليهم أن يضعوا خطط لسنوات، وإذا ما حصل وانتهى هذا الاحتلال وانسحب من غزة ومن الضفة الغربية خير وبركة، وإذا بقي هذا العدوان بتكون خطط اللي وضعوها والمبادرات اللي وضعوها بتكون موجودة وهم بيمارسوها في الضفة وغزة.